احنا توا في زيارة الى معرض تونس الدولي للكتاب، كما قاعدين نشوفوا توا قدامنا. هذه فرصة للعديد من المعاهد والمدارس انهم يقربوا الطفل لعالم الكتاب. نعرفوا في 2021 ممكن التكنولوجيا الحديثة، الانستغرام، الفيسبوك، هما أصبحوا مسيطرين ممكن اليوم. ولكن اليوم الحاجة الإيجابية اللي نشوفوا فيها توا، شوفوا هذا الصف من الأطفال اللي قاعدين داخلين بكل شغف وفرح حبا في اكتشاف ما يوجد داخل المعرض الكتاب، حاجة مهمة برشا كما قاعدين نشوفوا توا الأطفال. واحنا توا باش ندخلوا داخل نحاولوا نشوفوا العملية هذه كيفاش قاعدة تصير. نشوفوا أعداد كبيرة من الأطفال وموجودة قاعة لهنا كما قاعدين نشوفوا، قاعة الجاحظ وقاعة المتنبي، وكذلك هناك مسرح الطفل. نشوفوا أعداد كبيرة وأعداد مهمة موجودة هنا. نعمل نظرة مع بعضنا الناس كل وعم الجمر والدخان، وما خمرت أعنابي، دماء الخلق تشكرني وقد ملأت أكوابي، وخنت أمانة الخلاق إذ غلقت أبوابي، أنا ميل بما آتيه وكم أظنان يبتيه. خلينيكم تشوفوا لهنا ثم تجمع كبير من الأطفال والأولياء. على فكرة حبيت نقول لكم اليوم يوجد هنا العديد من الدول المشاركة في المعرض، يعني كتب من مختلف البلدان العالمية والعربية كما قاعدين نشوفوا لهنا. هذا في مدخل المعرض. عملوا دورة في دار الجيل، هنا موجودة زادة مجموعة من الكتب القيمة. كما قاعدين نشوفوا هنا نعملوا جولة، أعداد محترمة من الناس، فما خاصة الأغلبية من الأطفال اللي موجودين توا في الأروقة وفي يعني في الأروقة متاع المعرض، يشوفوا يصفحوا في الكتاب ويكتشفوا في الكتب. الحاجة الباهية والملاحظة هو الشغف والسعادة اللي قاعدين نلاحظوا فيها عند الأطفال الموجودين. كما قاعدين نشوفوا هوني شوفوا كيف كيف الأجيال الكل موجودة، يعني من الأطفال الكهول حتى الشيوخ، مختلف الأعمار موجودة اليوم، ويجمعهم حاجة واحدة هو الكتاب، المطالعة
هنا قاعدين نقربوا، فما أنشطة أكيد قاعدة تصير يومية، ندوات. نقدم لهم الشكر والامتنان لأنها فرصة ممتازة لتلبيتنا، خاصة اللي مكنتنا باش نجموا معناها نمكنوا تلبيتنا بالفرصة هذه. مرحبا كيف قاعدين نتوجهوا، شوفوا هوني حاجة مميزة هنايا، حتى في هنا أطفال، شوفوا في العالم تونس موجود في صدر الأطفال. كما قاعدين نشوفوا توا نمشي ونشوفوا توا أروح لكن لهنا فما توسع كبير، نتشوق برشا قبل السنة في الحالة دي برشا نشوف برشا فاهمة خاطر مسامحيني على فاهمة برشا كبير توصل للجولة متاعنا رويقة المعروف. هاو نمشيو لنقطة أخرى تقريبا نفس الصورة تتكرر. إذا نشوفوا مجموعة أخرى من الشباب والأطفال نشوفوا الشغف، نشوفوا فرحة الأطفال. شوفوا هوني هذا مسابقات فكرية، وفما يعني علم الأطفال وهم يلعبون. يشوفوا هوني فما كاراوكي. هذا جناح وزارة التربية، كما تشوفوا فما هذا الركن بتاع المركز الوطني لتكنولوجيات التربية، والأركان الأخرين بالإدارات العامة والمؤسسات مرجع النظر وزارة التربية. بالنسبة للركن المركز كما تشوفوا عندنا سبورة تفاعلية، يجيوا الوفود التلمذية ويقوموا بتنشيطهم، أغاني باللغات الثلاثة المدروسة في المدارس بتاعنا، عربية فرنسية إنجليزية. طبعا أغاني هادفة وأغاني ترفيهية وأغاني تعليمية زادة، وثم تمارين تفاعلية يقوموا بها صغيرات. ممكن اليوم أنت ما شفتش تمارين تفاعلية، لكن عندنا تمارين تفاعلية باستعمال السبورة التفاعلية هذه، اللي يتعلموا بها مثلا كونجوجيزون، رياضيات، حتى بالنسبة للصغيرات بالكل يتعلموا حتى الحروف بالأناشيد، حتى الصغار بالكل معناتها يتفاعلوا مع التكنولوجيا الحديثة، خاطر هذا العالم متاعهم. وإحنا نحاولوا أن نوفروا لهم في القسم، في المدرسة، في المعهد، في الإعدادية، نوفروا لهم حاجة تشبه لهم. شوفوا مثلا هوني دول مختلفة وثقافات مختلفة، هذه فرصة باش الإنسان ممكن يتعرف على
ثقافات أخرى مختلفة، كتب من بلدان أخرى، ريناوني لبنان، لنا فلسطين، أردن، مصر وعدة دول أخرى، سوريا كما قاعدين نشوفوا توا. أعداد محترمة، ونحاولوا أكيد ناخذوا بعض العارضين وبعض المواطنين يعطيونا رأيهم في المعرض السنة. احنا هنا في معرض او قصر المعرض الكرم بمناسبه اقامه المعرض الدولي للكتاب، فاستغلينا الفرصه هذه باعتبار انه لافي نتاع لي زيكزاما الاسبوع المفتوح كذلك الاسبوع المغلق، فجبنا تلامذتنا المستوى الاعدادي فرصه انه سور دو ديفورمون يعملوا خدمه الاكزامينات، ثم لو بلوز امبورطون انهم يشوفوا على عين المكان، يشوفوا كتب جدده، اختصاصات مختلفه، يتعلموا ويتعاملوا مع الكتاب، وبالتالي كل واحد من خلال ميولاته يتعلم يختار، يختار الحاجه اللي يتوقع يقراها، اللي يتوقع سورتو يستفاد منها، مش نزينوا بالكتب مكتبتنا فقط بل الاستفاده. اليوم وقع اختياره على كتاب، غدوه نوع اخر، وهكذا يطلع على الخدمه نتاع دور النشر وأهمية الكتاب والأثر نتاعو في تنمية السلوك وأخلاق وبناء الشخصية نتاع التلميذ اللي مازال تتشكل. دونك هي فرصة باش يحتك، باش يطلع وينمي كما قلت قدراته من خلال الاختيارات، سيرتو كل واحد حسب ميولاته، وفرصة طيبة يتجمع مع أصحابهم مع زملائهم مع أساتذتهم، وكان الله في العون. بالنسبة للمعرض السنة هو دورة استثنائية جاءت بعد غياب سنتين للظروف الصحية. المعرض جاء في وقت اللي هو صعيب شوية بالنسبة للشعب والمواطن، معناه ما ثمش راس شهر نقولوا احنا. الإقبال باهي محترم، مش كيما الدورة اللي قبلها مثلا، ثم إقبال، الناس رجعت تحب تقرأ، نحسوا بالناس ترجع تحب الكتاب رغم توا حاليا التكنولوجيا تنجم تعطيك الكتاب الرقمي، اما قعد ثم شغف اقبال. الدوره متوسطه في الغالب، تنظيم مره الفوق ومره اللوطه كيما الدورات الكل، ما نجموش نقولوا ديما التنظيم خارق العاده، فما شويه نقائص نجموا نحسنوا. من المستحسن ديما المعرض يرجع للوقت الاصلي نتاعو اللي هو في اخر ابريل اول ماي، هذه هو ديما نقولوا المعرض في الخريف في تونس ما ينجحش برشا. لا يختلف اثنين على أن هذه الدورة ليس كالدورات السابقة نظرا للجائحة العالمية، ورب يستر بلادنا منها. ثانيا بما أني أنا متواجد في كل الدورات تقريبا من سنة 2007، دورة استثنائية توقيتا وظروف، خاصة دور خاصة معرض الشارقة الدولي الذي انتظم بنفس التوقيت تقريبا مع معرض تونس، وهذا أثر كثيرا على دور النشر العالمية والأجنبية التي تشارك في معرض تونس الكتاب. أولا بشكر الدكتور محمد مبروك والدكتور محمد المعالج على تنظيمهم المعرض تونس الدولي اللي هو الاستثنائي، اللي أنا شايفه يعني القارئ التونسي عنده شغف جدا بالقراءة، وشايفهم اللي هم بيعملوا كل ما في وسعهم لإنجاح المعرض، وتنظيميا وحتى في الدعاية في كل حاجة بالنسبة للناشر العربي، وشايفين احنا أي طلب بنطلبه مستجابين فيه، لدرجة اللي هم حتى يعني عايزين يعملوا معرض استثنائي ده والناس تتكلم عليه حتى في الوطن العربي. سمعنا النهاردة اللي هم كمان هيعملوا نسبة خصم للناشرين، ودي حاجة دلت على فهمهم للثقافة
ودعمهم للناشرين وللقارئ التونسي اللي ان شاء الله يكون هو مستفيد الاول في المعرض في اقتناء الكتب، اقتناء الثقافه بجميع انواعها. Thank you.